Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكلهم تعزون. إذن مرحبا بكم في قناتنا ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معرفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما. إذن وصلنا إلى الصفحة 25. L'exercice numéro 19 dit quelle fraction réductible de représente les nombres suivants 25 minutes, 45 minutes, 38 minutes, 2 secondes, 360 secondes, 450 secondes et 7000 secondes. Il n'a gagné أي كسر يعني قابل للاختزال اشنا كاين الفراكسيون يعني اي كسر قابل للاختزال تمثل من الساعه دور ريبريزونت اذا تنحاول نترجم لكم وراء المساله بسيطه جدا اذا بغينا نحولوا هذه الارقام الى يعني كسور هذا 25 دقيقه 25 مينوت دور لور تنعرفوا بان فيها 60 مينوت 45 مينوت من ساعه و 38 من ساعه ونحاولوا بانه غادي يكتب يعني قابله للاختزال حاولوا نتوما تجاوبوا على الفيديو اسميتوا على هذا السؤال وتشوفوا الطريقه باش جاوبت عليها اذا بغيت تكتبوا اول حاجه ليكزيرسيس نيميرو 19 دون لا باج 25 كيف تشوفوا قدامكم وتكتبوا هذا السؤال سميتو كيل فراكسيون ريدكتيبل ريبريزونت كيل فراكسيون ريدكتيبل يعني اي قسم اي كسر قابل لقسمه من الساعه يمثل العدد الاول العدد الاول هو 25 دقيقة إذا 25 دقيقة تمثل من الساعة تنكتبو 25 دقيقة هنا راه 25 دقيقة على 60 دقيقة علاش تقسمنا على 60 لأن الساعة لأن أون أوغ أون أوغ ريبريزونت 60 مينوت وبنا نقسمو على الساعة إذا 25 دقيقة من الساعة الساعة فيها 25 دقيقة على 60 دقيقة تعطينا 25 سوغ 60 هادي إلى غيدكتيب ما معنى غيدكتيب لأنه قابل للاختزال هما مقالوش نختزل ولكن هو قابل للاختزال مادا ممكن نقسمو على 5 وتولي عندنا 5 على 12 ونخليوها هكا إذا 5 يكون قابل للاختزال إلا بغينا نختزلو بيعطينا نقسمو هذا على 5 وهذا على 5 ويعطينا 5 على 12 هما مطلبوش منا هادشي ولكن درنا غيدكتيب اللي هو 25 سوغ 60 بالنسبة ل 45 دقيقة بنديرو 45 مينوت parmi 60 بغيت تكتب 45 دقيقة من 60 دقيقة وتتكون هكا ما طلبوش منا الاختزال ما كتبو إلا بغينا نختزلو بغينا نقسمو كلشي على 5 وتعطينا هادي 9 على 10 ننتقلو للعدد الثاني اللي هو 38 دقيقة من 60 دقيقة وتعطينا 38 على 60 هذا هي لافخاكسيون هادي هي لافخاكسيون قاليك غيديكتيب هاد لافخاكسيون الأولانية عفوا الثالثة الثانية لفراكسيون ريدكتيف يعني قابلة للاختزال أخرى قابلة للاختزال إذن هادو هما لي فراكسيون يطلبو منا نكتبوهم 25 على 60 و 45 على 60 و 38 على 60 ننتقلو للجزء الثاني السؤال الثاني من بالنسبة للثواني اللي هي لي سكوند لي سكوند عندنا 12 سكوند يعني 12 الثانية من الساعة وتنعرفو الساعة أون أوغ أون أوغ شحال فيها من ثانية فيها 3000 و600 ديال ثانية اللي ما عرفهاش نديرو الساعة فيها 60 دقيقة وكل دقيقة فيها 60 ثانية تنضربو 60 في 60 تعطينا 3600 ديال الثواني وتنديرو هاد 12 على 3600 هادي هي لا فراكسيون طلبو منا هاد لا فراكسيون ديال 12 سور 3600 إلي غيدكتيب يعني قابل للقسمة لأنه ممكن نقسمو على 6 وممكن نقسموها كذلك على 3 وممكن نقسمو على 2 ننتقلو لا فراكسيون الثانية اللي هي 360 إذا بالنسبة ل 360 عندنا 360 بغينا نقسمو على 3600 تنختزلو بهذا الصفر تنختزلو بهذا الصفر تتبقى لنا إلا بغينا نختزلو مبغيناش نختزلو تنخليوها كما هي تتولي عندنا 1 على 10 ولكن المهم هي 360 على 3600 لا فراكسيون هي اللي طلبوا منا إلا غيدكتيب يعني قابلة للاختزال ثم عندنا 450 سكوند تنديروها كذلك على 3600 كيف تشوفوا أمامكم تنكتبو 450 سور 3600 يعني 450 من 3600 ننتقلو للعملية الأخيرة اللي هي 7000
الناس 7000 ثانية من 3600 وتنخليوها هكذا. هذه هي الفراكسيون اللي طلبوا منا، وهكذا نكون جمعنا عند 80 تسعة عشر نتقل 80 عشرين. الاكزرسيس 20 انونس اي دي بروميرمون احمد الي 80 باج دان رومون دافونتور 232 باج alors que Fatima on a lu les trois quarts du même roman. Lesquels des deux a le plus lu? اذا قال لك احمد قرأ 80 صفحة، احمد الي يعني قرأ 80 صفحة من رواية ان رومون ورواية دافونتور ديال المغامرة 232 باج، هذيك الرواية فيها 132 صفحة. alors que بينما فاطمة on a lu les trois quarts، يعني قرأت ثلاثة أرباع من ذاك الرومان، نفس الرومان يعني نفس الرواية. lequel des deux a le plus lu؟ إذا هذا هو السؤال الأول. حاولوا توقفوا الفيديو وتجاوبوا بالطريقة ديالكم، تشوفوا الطريقة باش الجواب تاعنا. إذا أول حاجة كيف تنديروا دائما، بتكتب ليكزارسيس نيميرو 20 دون لا باج 25 وتكتب هاد المقدمة ديال التمرين، بتكتب أحمد a lu 80 pages d'un roman d'aventure. ما يمكنش تجاوب مباشرة، حاول دائما تكتب هاد العبارات هكا، هاد المقدمة ديال الإجابة ديالك. أحمد a lu 80 pages d'un roman d'aventure 232 pages alors que Fatima on a lu les trois quarts du même roman lequel de deux a lu le plus. إذا قلنا بأن أحمد قرأ 80 صفحة من هذيك الرومان، هذيك الرواية، وهذيك الرواية فيها 132 صفحة، بينما فاطمة قرأت لي تخوا كار. شنو هما لي تخوا كار؟ يعني ثلاثة أربعة، يعني ثلاثة على أربعة من ديك الرواية نفسها. لوكيل دي دو أ لو بليس، شكون هو اللي قرأ فيهم بزاف؟ إذا غادي نحسبوا بالنسبة عدد الصفحات اللي قراها أحمد فهي معروفة، عطاونا 80، بقات لينا هذيك لي تخوا كار يعني ثلاثة الأرباع، بغينا نحسبوهم ثلاثة أربعة من 132 شحال تتساوي من صفحة. إذا بغينا نكتبوا في الجواب ديالنا مكتوب هنا بالأزرق فاطمة a lu 3 quarts 232. إذا بغينا نكتبوا فاطمة قرأت ثلاثة الأرباع يعني من ذاك الكتاب اللي الصفحات ديالو 132، إذا خاصنا نضربو في 132 كيف تيبان لكم هنا، ثلاثة الأرباع ضربناها في 132، وملي تنحسبوها بالآلة الحاسبة تعطينا ثلاثة مضروبة في 132 هي 396، وتنقسمو على 4 تعطينا 99 باج. دونك فاطمة الي هنا فاطمة قرأت 99 صفحة، أحمد الي 80 باج، إذا شكون هو اللي قرأ بزاف؟ إذا فاطمة أ لو بلوس لو، هي لا لو بلوس، فهمتي؟ يعني فاطمة هي التي قرأت أكثر. نشوفو دوكا السؤال الثاني، قالك السؤال الثاني أيمن الي يعني أيمن تلميذ آخر الي 100 باج دان رومون بوليسي، إذا أيمن قرأ 100 صفحة من واحد الرواية بوليسية، وهذيك الرواية البوليسية فيها 222 باج. أيمن a lu 100 باج دان رومون بوليسي دو 222 باج، تانديس كو سعاد a lu 120 باج دان اوتر رومون بوليسي دو 242 باج. إذا قالك أيمن قرأ 100 صفحة من واحد لو رومون، واحد الرواية ديال 222 صفحة، إذا هذا قرأ واحد الرومون، هذاك قرأ سميتو سعاد قرأ واحد الرومون، هذاك لو رومون اللي قرأ أيمن فيه 222 باج، بينما سعاد قرأت 120 صفحة من واحد الرومون اللي فيه 242. ليكيل دي دو زيليف أ لو لا بلو غروند باغ دو رومون، إلا هو اللي قرأ أكبر حصة من الرومون ديالنا من الرواية. إذا أول حاجة بتكتبوا هذه المقدمة كيف قلت لكم الكمالة ديال التمارين هكا، من نعاود نكتبوها ونشرحها لكم. أيمن أ لو 100 باج، إذا أيمن قرأ 100 صفحة d'un roman policier de 222 pages, et d'un qara'a 100 صفحة من 222, tandis que Suad a lu 120 pages d'un roman de 242. L'exercice 20 sur dans la page 25, vous écrivez Ayman a lu. Idan Ayman qara'a 100 pages d'un roman de 222 pages. Idan Ayman qara'a 100 صفحة من واحد الرواية ديال 222 صفحة، c'est-à-dire il a lu la part 2. Idan qara'a huwa واحد la part ديال يعني واحد الجزء اللي هو la fraction ديال 100 à la part يعني الجزء.
100 من 222. إلا حسبناها بالآلة الحاسبة تعطينا تقريبا 0.45. غادي نشوفوا دروكا بالنسبة سميتها لسعاد، طونديس كو سعاد الو لا باغ دو، شحال قرات من الصفحة؟ قرات 120 باج، يعني قرات 120 صفحة، والكتاب اللي قرأوه فيه 242. إذن هاد 120 على 242 هذا هو لاباغ، يعني الجزء الذي قرأته. إلا حسبناه بالآلة الحاسبة تعطينا تقريبا 0.49. إذن وما نقارنو 0 مع 49 مع 0.45. إذن كومبارون، حنا كتبنا كومبارون لاباغ دو أيمن إي دو سعاد. إذن لنقارن الجزء الذي قرأه أيمن والجزء الذي قرأه سعاد، تنديرو واحد، كاين عندنا إما نحسبو بهاديك بالآلة الحاسبة ولا تنديرو عملية ديال الطرح بيناتهم. تنديرو هداك الشيء اللي قرات سعاد 120 من 242 ناقص 100 على 222، درنا عملية حسابية، تنوحدو ليهم المقام، تنضربو هذا في هذا مادام عندهم مقام غير موحد، تنضربو هذا في هذا وتنوحدو. المهم كتبان لكم العملية هي هادي، ملي تنحسبوها تيكون عندهم مقام واحد هو ديال 242 في 222، ملي تنحسبوها تلقاوها أكبر من صفر. إذا داك الشيء اللي قرأت هاد العدد اللي هو 26000 جنة من 120 مضروبة في 222، وهاد العدد ديال 24000 جا من 100 مضروبة في 242. إذا ملي تنحسبو تلقاو بأن هاد الرقم فهو أكبر من صفر. إذا كان أكبر من صفر فالجزء الذي قرأته سعاد أكبر من الجزء الذي قرأه سميتو، تكتبو في الجواب الأخير دونك سعاد ا لو لا بلو غروند باغ دو رومو. إذا قرأت سعاد الجزء الأكبر من الرواية. وهكذا نكون أجبنا عن تمرين 20. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، بارتاجيو مع الأصدقاء، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.